والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الأستاذ مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي. أستاذ مبارك، بعد التحية، تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجامعة العربية وأيضا وزير خارجية البحرين ومن قبله البيان الختامي للقمة العربية في المنامة. كيف قرأت ما جاء في المؤتمر والبيان الختامي وما يحويه من رسائل؟ أتفضل يا جماعة. بكل تأكيد تابعت أنا وأنتم يعني مجريات المؤتمر الصحفي للوزير الزياني وزير خارجية البحرين وأمين الجامعة العربية. حقيقة كانت القمة كما توقعنا، يعني جرت مجريات القمة وكلمات أصحاب السمو والجلالة والفخامة قادة الدول العربية بسلاسة تامة وبتناغم كبير جدا وتفاهم بين أصحاب الفخامة في كلماتهم التي صبت كلها في قضية في دعم قضية فلسطينية ودعم العمل العربي المشترك. هذه نقطة أخرى. بس انتباهي بالمؤتمر الصحفي حقيقة إعلان البحرين عن عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية طبقا لقاعدة الدولتين، وهو حقيقة أشبه ما يكون إعادة تعويم أو إعادة تدوير مبادرة السلام العربية التي أعلنت المملكة العربية السعودية عام 2002 في القمة العربية في بيروت. وهذا يثبت على أن العرب راغبي سلام وصانعي سلام ومحبين للسلام ونشر السلام في المنطقة، وأنهم بالفعل ضد استخدام القوة في النزاعات وينتصرون دائما للأشقاء الفلسطينيين والسعي للتفاوض مع المجتمع الدولي للجم الآلة العسكرية الإسرائيلية ومن يقف معها من 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 الدول. وهذه بالفعل أثبتت على المنهجية العربية أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لكل الدول العربية التي تقود المملكة العربية السعودية والشقاء في جمهورية مصر العربية، والتي انتقلت القمة رئاستها في 33 ليلة الشقاء في البحرين، ونحول على الدبلوماسية البحرينية الهادية أن تحدث نقلة جديدة للعمل العربي المشترك. نعم أستاذ مبارك، ما قراءتك لتخصيص القمة العربية بيانا خاصا بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة؟ بالفعل يعني هذا يثبت على أن هذه القضية هي أس القضايا والتي أدت حقيقة إلى وجود الإرهاب والتطرف في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والانتهاك الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية والتعامل في ازدواجية المعايير التي يقيس بها الغرب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في تعاملها مع في القضايا العربية، في تعاملها مع إسرائيل أو القوى الإقليمية الأخرى سواء إيران أو تركيا أو إثيوبيا، في حين نجد أنها تصب جام غضبها على أي دولة عربية تقوم بخرق القوانين الدولية. بكل تأكيد نحن مع التزام بالقانون الدولي، نحن مع التزام بقرارات شرعية دولية، ونطالب المجتمع الدولي بالفعل بأن يمارس دوره التي نصت عليه المنظمات الدولية لصالح النصرة الشعب الفلسطيني ولجم آلة الحرب الإسرائيلية والضغط عليها الانسحاب من قطاع غزة، خصوصا مع الأرقام المفجعة التي تابعناها والتي أعلن عنها الرئيس عباس في كلمة اليوم عندما قال أن ما يقارب 140 ألف ما بين قتيل وجريح، ناهيك عن ملايين المهجرين المشردين جراء الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة. لذلك بالفعل نعول كثيرا على هذا الموقف العربي المتمثل فيما خرجت منه قمة البحرين في بيان مشترك لم يتحفظ عليه أحد، بل الجميع أعلن عن تأييده لهذا البيان وللمؤتمر الصحفي الذي صدر بين بلسان الأمين عام جامعة الدول العربية وزير خارجية البحرين، وهذا يثبت حقيقة على التطور الملموس في المواقف العربية المتقدمة. أيضا لفت نظري أستاذتي إلى موضوع آخر وهو واقعية القمة عندما صدر أيضا بيان حول التعاون الاقتصادي الرقمي والتعاون العلمي لصالح الدول المحتاجة والتعاون الاقتصادي، وهذا أيضا يثبت على واقعية أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية في التعامل مع القضايا العربية وتنمية العمل العربي المشترك.
نعم أستاذ مبارك، بالحديث عن أيضا القوة وأيضا الجهود المبذولة من الجانب العربي، تطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية أستاذ أحمد أبو الغيط إلى أن هذه الجهود المبذولة من شأنها أيضا تضييق الخناق على الجانب الإسرائيلي، إلى أي مدى تتفق مع هذه النقطة؟ بالفعل يعني كما ذكر وزير خارجية البحرين ومعه الأمين العام أشاروا إلى أن القضية تحتاج مزيد من الجهود السياسية والضغوط وقطع الإمدادات العسكرية الأمريكية عن الجانب الإسرائيلي، إقناع الدول الأوروبية بالتعامل بحزم وجدية مع التهديدات الإسرائيلية، وهذا يتطلب حقيقة من الدول الأوروبية ومن المتحدة الأمريكية أن تتعامل بإنسانية وبتطبيق القانون الدولي الإنساني وتطبيق القانون الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. اليوم نرى أن على سبيل المثال ما يسمى بحامل الازدهار التي تقود المتحدة الأمريكية وبريطانيا جنوب البحر الأحمر، بالفعل نحن ضد انتهاكات تهديد الملاحة البحرية، لكن السبب الحقيقي اليوم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى تفجر الصراع في كثير من مناطق العالم. لذلك اليوم القضية الفلسطينية تحتاج مزيد من الواقعية والعقلانية التي تتعامل بها الدول العربية اليوم مع هذه القضية. نعم بالتأكيد. حسنا أستاذ مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك.